يا أهل الغابة الكرام، يا أهل الغابة.
حبيبة وصفة للشباب. إذن فهي لي من الجميل غيري. لا أحد عليك أن تحضرها لي. نعم أنت ويلي يا سيدتي إنها بنيت الحبيبة. ليست مشكلة تصل افعل
وفي دور الحج وفي دور حميمة التلميذة حبيبة الحوزي، وفي دور بطوط التلميذ أحمد كروين، وفي دور الطاووس التلميذة دعاء نجمي، وفي دور الغراب التلميذ محمد علي بوسا، وفي دور أرنوبة التلميذة إسلام عمري، وفي دور الحكيمة التلميذة تسنيم حريفة. المسرحية من إخراج وتأليف الأستاذة لطيفة هليلو. سينوغرافيا والأستاذة نادية فرج. المحافظة العامة للأستاذ فريد عليشو. تم هذا العمل تحت إشراف السيد مدير المؤسسة الأستاذ محمد إمغري. سعدنا جدا بمشاركتكم هذا المهرجان، هذا المحفل الرائع الذي يتجدد بجهودكم كل سنة. سعداء بالمشاركة في رسم البسمة على وجوه الأيتام. أود من هذا المنبر أن أتقدم بالشكر الجزيل لآباء وأولياء التلاميذ الذين حضروا.